تمرين في مكان سليم. يا سلام يا سلام، وهدف ثالث قادم. نعم، هدف ثالث قادم. هاتوا خذ في مكان سليم وبشكل سليم، وهدف تشيلساوي يأتي. هدف ثاني من قلب الدفاع. هاتوا خذ برانتلاف إيفانوفيتش يأتي بالهدف الثالث. إذن مع الدقيقة رقم 52، هاتوا خذ في مكان سليم. ضرب فيها دفاعات نجوم الدوري التايلندي، وتمريرة كانت سليمة، ونقلة كانت سليمة، وتسديدة كانت سليمة. يفعلها المدافع، يفعلها المدافع برانتلاف إيفانوفيتش الصربي، اللي سجل الآن هدف